العالم كأس القارات كلها إنجازات مهمة بالنسبة لكرة القدم داخل القاعة. ديلو أمام الجماهير ديالو كنعرفوا بأن برازيل كتهتم كثير كثير بهذه الرياضة اللي غادي يخلينا نشوفوا واحد مقابلة قوية قوية. نعم بين المنتخبين ديال الكرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي تعود لفائدة العناصر الوطنية. تبادل للكرة فقط لسفيان المسرار واحد من أبرز اللاعبين تدخل وإبعاد الكرة أمام لاعب بلال البقالي. كان تدخل ديال اللاعب فيرارو كارلوس منتخب قوة في العالم في الدوري الإسباني فجل الفرق فهي كتعتمد على اللاعبين البرازيليين زائد البرتغال اللي كنعرفوها حتى هي الثالثه او الثانيه عالميا واللي سبقات وفازت بكاس العالم الاخيره فالبطوله ديالها قويه واكيد فان اللاعبين البرازيل فهم مطلوبين في الدوريات القويه فهاد المقابله اللي كتكون في البرازيل فاغلبيا كيعتمدوا على التشكيله الرسميه ديال المنتخب البرازيلي فكيعتمد على اللاعبين احسن ما عنده لا بالدوري المحلي ولا بالمحترفين على العكس من داك فاش كتكون شي مقابله عنده في اوروبا فكيحاولوا يعتمدوا على اللاعبين المحترفين في اوروبا وكيتجنبوا في بعض الاحيان المنادات على اللاعبين. محاولات والتمريرات بين اللاعبين وصلت لفيرارو كارلوس فاني لرقم 6 لعب ماتيوس سيزار محاولة خطيرة تدخل ممتاز للحارس عبد الكريم البيا أمامنا لاعب فيرارو كارلوس لاعب فريق اف سي برشلونة حذر من الأخطاء في بداية هذه المباراة استرجعوا اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي يوسف جواد من جديد في عدد المنتخب البرازيلي ما كاينش هناك خطأ محاولة خطيرة تدخل ممتاز للحارس عبد الكريم البيا كنعرفوا بأنه التدخلات خصوصا في بداية المباراة كتعطي الثقة للحارس في لقاء كبير أمام المنتخب البرازيلي. أكيد فمحاولتين في الدقائق الأولى فأكيد تعطي الثقة للحارس عبد الكريم البيا لكن كنشوفوا واحد الضغط كبير ديال المنتخب البرازيلي اللي كيمارس الآن على المنتخب. كذلك كنشوفوا المقابلة اللي مفتوحة والامتلاك ديال الكرة. تعطي للاعب نونيس دي سوزا حاولت انه يكون هناك تمريرات بسرعه امامنا الان دو سانتوس لاعب فريق كورنتيانس تابعت الكره لفائده اللاعب تيوكو رونسالو ماتيوس سيزار ماتيوس واحد من ابرز اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي خطيره كان تدخل امام فيراو وتدخل باش يعطيك واحد النتيجه هذه المحاوله كانت بواسطه لاعب سفيان المسرار تعود من جديد لفائده المنتخب الوطني المغربي يوسف جواد في الجهه المقابله رفع المنتخب البرازيلي فكنشوفوا بانه كيعتمد على اربع لاعبين من اف سي بارسلون ثلاثه لاعبين من بنفيكا هم كيشتغلوا مده كبيره على السنه على مدار سنه فالاشتغال كيكون اللي كيعطيك واحد الانسجام كبير اللي كيخليك باش تقلب على النتائج. تعود من جديد لفائده المنتخب الوطني المغربي يوسف جواد ممتاز يوسف جواد انطلاقه لبحث على اللاعب مسرار فرصه وكانت فرصه الهدف مره اخرى سفيان مسرار سديده وتدخل الدفاع اللي تابعنا الان بان العناصر الوطنيه بدات كتاخذ اعتقاد بدات كتدخل في اجواء هذا المباراه كانت فرصه ومحاوله ممتازه لفائده المنتخب الوطني المغربي وتدخل الحارس ديغو رونساغلاو كانت ثنائيه جميله ما بين مسرار ويوسف جواد اللي سدد وكانت تسديده اللي تسدى ليها الحارس فالمنتخب المغربي لا خصو يدخل في اللقاء اسرع وقت ما يخليش المنتخب البرازيلي يمتلك الكره لاطول مده. عفوا الامكانيات التقنيه بالنسبه للمنتخب البرازيلي كما قلت المصنف في الرتبه الاولى عالميا كان مستوى التصنيف رتبة الثانية المنتخب الإسباني رتبة الثالثة المنتخب البرتغال خامسة الرابعة الروسي الدول المنتخب الروسي ثم أرجنتين الرتبة الخامسة السادسة إيران كازاخستان في الرتبة السابعة والمنتخب الوطني المغربي أصبح في الرتبة الثامنة عالميا وهي رتبة مشرفة الأولى عربيا والمنتخب الوطني المغربي هو الأول إفريقيا تبعد الفرصة تدخل واسترجاع كرة طرف لاعب لوكاس غوميز حذري من الان دو سانتوس تسديده الكره كتخرج خارج ارضيه الملعب فيما تحقق بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي تعود المحاوله لفائده المنتخب البرازيلي كانت بواسطه لاعب مارتيو سيزار اصبح الان فرصه لفائده العناصر الوطنيه لبحث على استرجاع الكره طرف اللاعب دريس الرئيس لاعب فريق شباب المحمدي دخل منذ قليل محمد
الخدمه بين كل منتخب. الوقت كتضيع كره، العوده بسرعه للمنطقه وتالي محاوله خلق كل المنافذ. لكن عرفوا بانه الامكانيات ديال المنتخبين بامكان تعطي هدف في اي تقنيه، خصوصا كذلك المنتخب البرازيلي اللي كيدخل المركز ديال البيفو، ذلك كيخلق واحد الصعوبه الا خرجتي كتضغط، فهما يا تمريره او تمريرتين فمباشره غادي يسلموا الكره اللي هو لاعب اللي كيستقبل الكره بواحد الشكل جميل وكيحافظ عليها كما كنشوفوا في هذه اللحظه. الكبير الحاضر لمتابعه هذه المباراه مباشره من ارينا بولايه سانتا كاتارينا البرازيليه. ذكر بانه مباراة ثانية اللي غادي تدور بالقاع متعددة التخصصات، استينر سوراتو دا سيفا بمدينة تيباراو، كما غتكون كذلك فرصة أخرى بالنسبة للمنتخب المغربي لمواجهة منتخب البرازيل. فريق اف سي برشلونة يوسف جواد لفائدة المنتخب الوطني المغربي، هناك خطأ بالفعل، هناك كان فوز مهم أمام منتخب فنلندا بأربعة مقابل هدف واحد، والمباراة النهائية فوز أمام المنتخب الإيراني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، تألق لاعب يوسف جواد اللي كان سجل هدفين، خالد بوزيد وإسماعيل الدوح اللي سجل الهدف الرابع. كان حضور المغرب ذكر 92 بهونغ كونغ، أفضل لاعب كان هو لاعب جورجينيو في الوقت تبدل المحاولة مرة جريمة. كرة في الزاوية، المنتخب البرازيلي دائما البحث على الحلول. روتشا نيميز خطيرة في عدة المنتخب البرازيلي، خروج ممتاز للحارس عبد الكريم انبيا، محاولة خطيرة ودائما البحث على التغطية على جميع المراوغات اللي كيقوم بها. دخول اشرف محمد سعود في الوقت اللي الكره من ديغو رونسانغمي والحارس مرمى المنتخب البرازيلي تعود ارتيول دي سوزا من جديد في عده المنتخب البرازيلي. دخول عبد الطيف فاتي، تدخل امام لاعب ليو من 10 دقائق الاولى، فكنظن بان الخطوره ما كايناش كبيره على المنتخب المغربي، وكنظن بان الطريقه اللي غادي كيسيروا بها المقابله لحد الساعه فهي طريقه رائعه. من جديد في عده المنتخب الوطني المغربي تعود من اشرف محمد سعود لادريس الرئيس، ممتاز الرئيس، التمريره البحث على التمريره، ولكن كان هناك مطالبه بالخطا اللي كان هناك تدخل. كانت تمريره من سفيان بوريط، فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي بوسط لاعب اشرف محمد سعود لادريس الرئيس، فرصه الهدف، كانت فرصه ومحاوله ولكن تدخل ديال الحارس ديغو، محاوله ممتازه وتمريرات من العناصر الوطنيه. المحاوله كانت رائعه.